يا محمد في اوضه واحده في مكان واحد على طول وائل ابو حمد. طب بتشفط ليه؟ بتشفط ليه؟ مكان واحد ده معناه غيران منه. بتشفط ليه؟ كلمه كده كانت وثيقه ايه الاصرار ده يا كابتن وائل؟ رابع مره كاس العالم للانديه، يعني ربنا يعني كرمه كبير، لان ده يعني اللي بيكون مخلص في عمله وبيكون حابب ربنا في عمله ربنا بيديله. زي ما انت بتقول يا نصر، الاجتهاد طبعا بيوصل النجاح، دي اسلوبي وطريقتي، والواحد واخدها مبدا يعني اجتهد على قد ما تقدر ربنا يوفقك. ابو تريكه بيقول لك ايه؟ انا بقول اهو، انا بقول اجتهد واعمل اجتهد واعمل اللي عليك وربنا يوفق. بس بتقول لي في الاخر ده نصيب يعني. تقول لي للكابتن ابو تريكه النهارده قاعد جنبك وملازمك في الاوضه، اقول له اقول له كان نفسي تجيب ضربه الجزاء وانا انت عينك فيها يا راجل. انت بس جالي وقال لي التوفيق يا نجم. بس لا يا امال انت بتقول ايه؟ شد بالك من التوفيق. انا هصفني يا مستر، هو دومينيك اللي كان عايز يشوف ده. كريك ده كريك كريك. يلا نصيب نصيب. لا ان شاء الله بالتوفيق. النجوم مع بعض بيتكلموا فرحه، مفيش اجمل من الفرحه.